نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدة الرعاية الأساسية وتزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية لمتابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدة الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس أيضا بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء لتناول الأوضاع الصحية وموقف الخدمات والمبادرات، خاصة ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة. كما وجه الرئيس السيسي بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة طرق الأبواب بحيث تتضمن تقديم خدمات الصحة الإنجابية واستفادة كافة الفئات بالمحافظات. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه أيضا بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من مشروعات القطاع الصحي والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لا سيما مشروع تطوير معهد ناصر. كما وجه بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة. وخلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام، تناول متابعة خطط إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها. واطلع الرئيس السيسي على المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تستهدف التحديات والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع أيضا على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لا سيما من حيث تطوير المحالق والتجهيز والتصنيع، فضلا عن تحديات الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار. كما تابع الرئيس مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها. استعادت مدن شمال سيناء رونقها وأصبحت آمنة وعادت الحياة لطبيعتها، لا تختلف عن أي مدن بمحافظات الجمهورية بالتزامن مع إقامة مئات المشاريع القومية بالمحافظة. هي مدن محافظة شمال سيناء قد استعادت رونقها وأصبحت آمنة مطمئنة وعادت الحياة طبيعية، لا تختلف عن أي مدن مصرية بأي محافظة. عندنا محاور عديدة، تنمية زراعية، تنمية صناعية
وتعدينية تنمية، ودي مهمة جدا برضو، التنمية المجتمعية. حيث تقام الآن مئات المشاريع القومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وينفذها ما يزيد عن 400 شركة جميعها مصرية تعمل بأيدي أبناء شمال سيناء. وتولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لتعمير تلك المحافظة التي تنعم بالعديد من الكنوز، وها هي الدولة قد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش. ميناء العريش طور تطوير شامل لخدمة أهل شمال سيناء، والمنظومة بتاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلها، اللي هي في الشمال في 3 مواني وفي الجنوب 3 مواني، فأعتقد المنظومة كده هتبقى متكاملة جدا. قيادة سياسية واعدة شايفة ان هي ممكن تطور الميناء بشكل قوي جدا. بناء على توجيهات الدولة ان احنا شغالين على المشروع القومي لتطوير ميناء العريش، والتنفيذ كلها 100% شركات مصرية، وبإذن الله ده هتبقى نقلة تانية خالص بالنسبة لمحافظة شمال سيناء وللجمهورية مصر العربية تماما يا فندم، لان هي بتنفرد ميناء على البحر الأبيض المتوسط. ميناء العريش ليها مميزات، بتطل على دول كتيرة، فرص الاستثمار هتبقى متاحة جدا، وإن شاء الله بإذن الله ده هيكون العائد على المحافظة وعلى مصر إن شاء الله حاجة كبيرة جدا يا فندم. تعد جامعة العريش الحكومية إحدى المشروعات التي أدخلت الفرحة على قلوب الطلاب من أبناء سيناء. هذه ملحمة الانتصار، مرحمة العبور، مرحمة التنمية موجودة قدام حضرتك. أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 147 سنة 2016 بإنشاء جامعة العريش ومن أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سيناء. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لا، الدنيا أمان جدا. تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا إنك تمشي، الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول. لا، هي بير العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا، وكل الناس فيها بخير، والوضع الأمني فيها كويس جدا، ده بفضل طبعا الجيش بتاعنا وأمن بلدنا. كما شهدت محافظة شمال سيناء العديد من مشاريع الإسكان، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعيد. فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال النشرة. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابعها في التقرير التالي.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 708 عنصراً إجرامياً، ومصر عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 302 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 100 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1185 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وجرينوف و160 بندقية و94 بندقية آلية و48 مسدساً و881 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1486 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 578,352 حكماً قضائياً، من بينهم 2,353 حكم جناية و207,707 حكم حبس و286,790 حكم غرامة و81,502 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضم 21 متهماً، قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 116 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2237 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2487 متهماً، من بينها أكثر من 1486.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وحوالي 635.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين قاربت على 118.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 34 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 68.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 55,870 قرص مؤثر و24,424 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 20,260 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 153 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. يستضيف الأردن الثلاثاء مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية
لبحث التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم بمشاركة عربية ودولية واسعة. ويشكل المؤتمر الذي يعقد في منطقة البحر الميت فرصة للبحث عن سبل حشد الجهود الإقليمية لتحقيق استقرار المنطقة التي تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة. ويبحث المشاركون في المؤتمر أيضا التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم. للمزيد تنضم إلينا من منطقة البحر الميت في الأردن الزميلة نانسي نور موفدة إكسترا نيوز. أهلا بك نانسي وإليك التفاصيل. نعم ألاء، برحب بك مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم. إذن مشاهدينا الكرام، أنا متواجدة مع حضراتكم في منطقة البحر الميت في الأردن. غدا تنطلق أعمال قمة بغداد في نسختها الثانية. هذه القمة التي تأتي هذا العام بمشاركة عربية وإقليمية وأيضا بمشاركة فرنسية، وتأتي امتدادا لقمة بغداد الأولى أو النسخة الأولى لقمة بغداد للتعاون والشراكة التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد في أغسطس 2021. القمة معنية بشكل أساسي بالحديث عن التنمية وازدهار واستقرار العراق بشكل خاص، وأيضا الحديث عن التحديات المشتركة بين الدول، خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة في الإقليم وأيضا الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن في قمة بغداد في نسختها الأولى كان هناك مشاركة مصرية لافتة وكلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها بشكل كبير. في بداية هذه الكلمة أشاد بالإنجازات التي تحققت على أرض العراق من مختلف مؤسسات الدولة، على رأسها ما يتعلق بالقضاء على الإرهاب ومكافحته. أيضا تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وما يتعلق بصون سيادة الدول ومقدراتها. والحقيقة ألاء وأيضا مشاهدينا الكرام، هذا ما تعنى به هذه القمة، قمة بغداد في نسختها الثانية، وهو ما يتعلق بصون سيادة العراق. في نهاية كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بغداد في نسختها الأولى في أغسطس 2021، وجه رسالة للشعب العراقي وقال أن أمة كالأمة العراقية تمتلك هذه الحضارة العريقة، بالتأكيد لها مستقبل مشرق. أما فيما يتعلق بأفق التعاون المصري العراقي، الحقيقة يعني أن مصر دعمت العراق خلال السنوات الماضية في كل المجالات، إن كنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي أو التقني أو السياسي. أيضا كان هناك زيارات متبادلة بين الدولتين الشقيقتين على المستوى الوزاري، مستوى أيضا رئيس الوزراء والخارجية، وأيضا على مستوى القادة. السيد الرئيس كما ذكرت سابقا كان في العراق يعني على مدار زيارتين متتاليتين، الأولى في يونيو 2021 والثانية في أغسطس 2021 لحضور قمة بغداد في نسختها الأولى. أيضا الحقيقة أن العلاقة بين مصر والعراق يعني اتخذت هذه الشراكة ملحما استراتيجيا، خاصة لدعم مصر للعراق خلال السنوات الماضية مع وجود حكومات متعاقبة في العراق. وهذا الحقيقة إن أكد على شيء فهو قطعا يؤكد بإيمان مصر لضرورة عودة العراق إلى الحاضنة العربية، وأن وجود العراق الحقيقة في الحضن العربي هو ركن أساسي من ركائز الأمن القومي العربي. أيضا أخيرا ألاء، دعيني أيضا أحدثك عن بعد آخر اتخذته هذه العلاقة، العلاقة المصرية العراقية، بعد أن ارتبطت بآلية العمل الثلاثي وانضمام الأردن التي تعقد فيها هذه القمة في نسختها الثانية إلى مصر والعراق في آلية العمل الثلاثي، لأن يكون هناك فرص للتباحث وأن يكون هناك اتفاقيات فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، على رأسها ما يتعلق بالتبادل التجاري وأيضا الربط الكهربائي بين الدول الثلاث، استغلالا لاختلاف أوقات الذروة في هذه الدول. وأيضا نمت هذه العلاقة مع اختلاف الزيارات بين الدول الثلاث على مستوى القادة والرؤساء
وأيضا على المستوى الوزاري. على كل حال غدا تنطلق أعمال النسخة الثانية من قمة بغداد، سنكون متواصلون مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز لتغطية مباشرة. أعود إليك مرة أخرى آلاء. شكرا للزميلة نانسي نور موفدة إكسترا نيوز من الأردن من منطقة البحر الميت. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 14 والخامسة عشرة من قوافل ستر وعافية لأهالي عدد من القرى بمركز إسنا بمحافظة الأقصر. ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم. وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفء الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض لملابس بأسعار منخفضة وغيرها من الأنشطة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين. وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين وبرسوم رمزية للقادرين، فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها مع استمرار ملكيتها للدولة. أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي موافقة وزراء الطاقة في دول الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل على وضع حد أقصى لسعر الغاز عند 180 يورو للميجاوات لكل ساعة. وأضافت أن الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لأسعار الغاز سيبدأ تنفيذه في 15 من فبراير المقبل. ويأتي الاتفاق بعد محادثات أجريت على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا وإعداد الكوادر. جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك،
حيث ركزت المفاوضات بين البلدين على القضايا الرئيسية لتطوير الشراكة الاستراتيجية. تستمر المشاريع التي بدأنا فيها بما في ذلك بناء مشروع الطاقة النووية، ولقد بدأ عمل المفاعل الأول الذي يعوض أكثر من 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. أي هذه المحطة الكهروذرية تعمل وتولد الطاقة الكهربائية التي توافق وتعادل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحن مستعدون لمواصلة تطوير هذا المشروع ولبناء مفاعلات جديدة. والأمر الأهم هو أننا مستعدون وجهزون لتأسيس هذا الفرع وهذا القطاع من الاقتصاد وتأهيل الكادر الوطنيين، ولدينا اتفاقيات بهذا الخصوص ومستعدون لمواصلة مناقشة هذه القضايا والمضي قدما لتطبيق وتنفيذ برامجنا في هذا المجال. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على متابعتكم، كنت معكم آلاء طاهر.